في إطار تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق خطة تطوير للجوامع والمساجد، وأمر سموه بافتتاح وترميم وتأهيل 20 مسجدا تابعا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، افتتح معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف جامع أحمد الخاجة في مدينة شرق الحد. وخلال حفل الافتتاح أشاد معاليه بالاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك المفدى والسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدور العبادة لما للمساجد من دور فاعل في نهضة المجتمع واستقراره بإشاعة قيم التعاون والتكاتف والوحدة والتكافل والبناء وإسهامها الفعال في تعزيز المواطنة الصالحة. وثمن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دور أصحاب الأيادي البيضاء من عائلة الخاجة الكرام لما جسدوه من شراكة مجتمعية حقيقية بتكفلهم ببناء هذا الجامع، لافتا إلى أن عمارة وتشجيد وصيانة المساجد تعد من أعظم الطاعات. وعلى صعيد متصل أكد الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية في كلمته على فضل بناء المساجد ودور العبادة والأجر العظيم الذي يلقاه المسلم من خلال سعيه في إعمارها وتهيئتها لأداء العبادات. من جانبه أشاد الدكتور زكريا الخاجة نيابة عن عائلة الخاجة وأهالي مدينة شرق الحد باهتمام القيادة بإعمار دور العبادة معربين لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن شكرهم لتسهيل إجراءات بناء الجامع وافتتاحه. تشرفنا بافتتاح جامع أحمد بن عبد الله الخاجة برعاية معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويأتي هذا الافتتاح ضمن حزمة من المساجد والعناية بها بحسب ما جاء في توجيه سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وهذا فإنما يدل على هذه العناية المباركة التي تلقاها المساجد في مملكة البحرين من قيادة الرشيدة ممثلة في حضرة سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. قد عرفت الحاج منذ صغري وهو في المساجد ويطلب العلم عند شيخنا الشيخ عبد الله الصديقي، ثم من بعده عند ابن أخيه الشيخ يوسف الصديقي، فهو دائما في المساجد ويحب المساجد، فالحمد لله خلد الله ذكره بهذا المسجد فبارك فيه وفي ورثته وأولاده، وخصوصا افتتاحه في شهر الفضيل هذه في شهر رمضان المبارك. فالكل الحقيقة احنا يعني أشادوا واستانسوا أهل الحد أن في جامع وصلون فيه وصلاة التراويح وإن شاء الله القيام، الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى في الشهر المبارك هذا الفضيل، ونشكر الكل على كل الجهود اللي بذلوها صراحة ويانا. يعني حقيقة من دواعي غبطتنا وسرورنا افتتاح المسجد هذا اليوم في مدينة شرق الحد فضل الله تعالى وفي هذا الشهر الفضيل المبارك، وندعو الله سبحانه وتعالى لوالدنا الحاج أحمد الخاجة أن يتقبل الله تعالى منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه ولو مكان صغير جدا بنى الله له بيتا في الجنة.